وانا اقول النسوان بتخلص من البلد اتاريكم مصرفين هنا. قالت لكم اللي هتربيكم ست واصله ومخاويه يجي 20 عفريت من اللي شفته دلوقتي. انت هتخوفيهم مني ليه؟ هم 19 بس. ده انت ستك واصله لحد هنا يا خالتي في الباب. صل على الله. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا نسوان يا رمه؟ شكلكم متمرمغين في الفراش. اكل العيش مر يا خالتي. اكل العيش؟ وانت يا بنتي شبكه ولا سناره؟ سناره يا خالتي سناره. هشيلهم لك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله. وانت بان يا بكده يا معفنه. وانت منوعات كله على كله يعني. اه الله يخرب بيكم، فتحتونا في شارع الجامع الدول العربيه. ما بنزلوش، ده شارع الهواء. قال يا كدابه. طب انا هغلب نفسي ليه كده؟ متر وعشرين سنتي كده راحوا ال 20 سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت، لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي، ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بصوا كل واحد بقى نمكن باخوص على بعضيكم لحد ما اشوف لكم حته واسعه. اه استنوا ولا اقول لكم؟ يلا يا مرن شويه من هنا، يلا من هنا، شوف من هنا ما فيهوش هنا تاني. يلا يلا اتحركي اتحركي. يلا المكان مكاننا والسجن سجننا، براحتكم. مكاننا ايه يا ابني اللي انت بتعمليه ده في الناس؟ ما تخافيش انا ما اخافش يا دلعات. يلا لم عفريتك وقعدي على جنب. الله، طب هم جابوا سيرتي وجيبي سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايه اللي بتعمليهم دول ما يدخلوش عليا. شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انت شوايه؟ يا اولياء انت وهي كل واحد على سريرها. يلا ناموا. شرفت طبعا مهدكية تقدم بلاش. كان بقالك يومين مخفي فين؟ ها؟ شارب سد الحنك ولا ايه؟ ما بتردش؟ والواد ظهره واقع كده ليه؟ ما يخرب بيته الكونترباص كل ظهر الواد. ده فودة ابقى اعمل لي يد ماسك اللسان عشان اعرف اتكلم مع الراجل اللي بره ده. بلاش فضايح وتنام وانت ساكت، وتنزل الصبح بدري قبل ما الراجل يصحى. يا عمي اول ما هينام انا هخلع. الله يخرب بيت مسكاتك. ولا اصلك ولا جايه منين ولا بنت مين؟ مين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ حمدي وبين انه شارب. انت خايفه منه كده ليه؟ انا خايف منه ليه؟ دي ساعه حد يزور فيها حد يا حمدي؟ عايز ايه؟ عاوز اشحن الموبايل. مش هفتح، انت بتستهبل. افتحي له يمكن ما معهوش شارجر. لو ما مشيتش هبلغ البوليس. هتسجني ابن خالتك عشان بطاريته فديت. انت صحيح هتتجوزي الجدع اللي اسمه تيمور ده؟ ايوه ماما موافقه. واللي عندك اعمله. لا بقى عندي كتير، وبقابليني لو الفرح ده تم. يلا يا حلوه تبقى نبدا تمارين الصباح، وكل يوم من ده مش نقعد ناكل ونفشول في السجن. يلا جاهزين؟ يلا قبل اي حاجه هنفك الجسم، الحامل ما تفكش معانا تتعب. يلا يلا فكك الجسم. يلا يلا الست الست نفس عميق خدوه وما يرجعش تاني يتكتب. يلا واحد اثنين ثلاثه اهو. واحد اثنين ثلاثه اربعه. فكرك هنفضل كده؟ لا لازم نرجع نقول الناس ايه في الشارع اتجننا. يلا نرجع. واحد اثنين ثلاثه اهو. واحد اثنين ثلاثه اربعه. فك السد. يلا 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 يلا. دلوقتي بقى تمرين مهم عشان الظهر. ها كلنا عارفين يا حلوين ان الظهر فيه عمودين فقريين، واحد هنا واحد هنا. احنا ننزل عشان نفكوه، بس المطلقه ما تنزلش معانا، فاهمين؟ يلا واحد اثنين ثلاثه اربعه. ما نزلتوش ليه؟ كلنا متمرنين. نزل يا ولاد تويا انا ناقصاكوا على الارض. يلا نزلتوا؟ نخصم التمرين ده على السباحه. يلا 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 يلا. اللي تنفع اختها بسدها. يلا 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 يلا. نطلع تاني ولا الناس يقولوا علينا اتجننا؟ بنعوم في الاسفلت. يلا واحد اثنين ثلاثه اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. يلا فك الجسم تاني كده عشان الجسم يفرفش. دلوقتي بقى نعمل تمرين العضله اللي هنا اللي في الخ
الخضي ده في عضله لما تتكبس كده تفوق. يلا 1 2 3 هوبا. 1 2 3 هوبا. اسمع الالم. 1 2 3 4. 1 2 3 هوبا. يلا 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 فكوا. يلا تمرين اللسان. اللسان مش للراضي وخلاص ودي قالت ودي عادت. ها فك عضلة اللسان. انا قريه يا ام فاروق. ايه يا ست انت مستولي على الصخرة؟ انا هقولي مالك يا شباب. قريه يا ولاد انت مسكلع الواحدة في السجن ليه؟ ولا واحدة ولا ايمة انا دماغي واقعة يا سلام. لا ده انا لسه لعبة رياضة وعندي باور. انا يهمني رياضة ولا رياضة ما يخشش على الكلام ده. حقلب القلب يا ام فاروق. قولي خير يا فاروق. ما يهمكيش ما يهمكيش يا خيا ما يهمكيش. يلا 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 يلا. سامر انت بقى السد. خالتي نوسة في زيارة علشانك عند المأمور. عشان انا؟ اه عشان واحد. استني استني واحد. تعرفيش مين اللي لك؟ لو النبي عملت ايه في موضوعي يا خالتي؟ انت هتلغي كتير بقى وتخنقيني. قلت لك هجوزك يا بنت. الجواز بقى اسهل من المحشي دلوقتي. اسمع من بقك ربنا بس انت. لا دي عايزه رواقه. دي عايزه بس شوف ايه شكلي حلو. قمر الله. قولي يا رجل انت. انت بتردي ولا ايه؟ مش كفايه اللي جرالك اخر مره؟ تعالي يا خالانوسه. ما هو اللي جرالي علمني لان المره فاتت دخلت غلط. المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابواب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله. الاول تشربي حاجه. اي حاجه دايت. لا لا دايت ايه؟ انا جايب معايا ازازه شربات بعد اذنك يا فندم يفتحوها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي. اظن عارفه الاستاذ. عز المعرفه. ده ابويا. ده زي ابوي. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن. انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني. الاستاذ ببلاوي جايب تسريح من نيابه ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص. عقدار عقدار الفرخه بس يا عقدار ودي قادرها عقدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم المفاجأة خلت الفرحة بالساعات. مالك؟ بعيط على مخدي البنايه. اختك؟ بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحلة. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايدك يا سيد. ايدك يا استاذ مدي لو سمحت. حاضر. بص مدي بقى. قول ورايا زوجيني نفسك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ ياح ياح تاني. في ايه؟ تحت باطي بيقوم علي فجأة. ولازم يقوم دلوقتي. اوه عايز اكل وحدك. مستعجل ليه؟ لا جاي كتير على الارض وعايزين يا راجل اتوكس. يلا طب بعد اذنك يا فندم ممكن تسيبونا لوحدنا؟ اه من حقكم. اتفضل يا استاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم. يلا هذا احنا بقينا لوحدنا. ببلاوي يا ليل العين الببلاوي. احنا مش هننفع نتجوز. ليه؟ انا خايف عليك. في ايه؟ انا متجوزه من تحت. اه من تحت الارض. متجوزه منين؟ واحد في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا. طيب يعني بيسافروا يعني دول طيبين مفيش منهم خوف. انا خايفه من التالت. وده منين؟ من جنوب افريقيا. الله وانت واخده توكيل جنوب افريقيا؟ خايف عليك يا زوجة. الله 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 انت جيت على السيره يا احدب. احدب؟ لا يجوزني ايه وانا ناقصه رجاله؟ ما كنتش اعرف ان حضرتك مرتبط بيها. ايه ايه ايه؟ تموته؟ اه موته لكن ايه اللي عملته؟ لا ايوه ايه اللي عملته؟ لا لا يا احدب انا اللي هقفل. لا 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 يا ولد يا واد سيب البنطلون. يا نهار اسود ومشوي. يا سياده المامور. يا سياده المامور. النهار السود يا بابا. شفت النسيبة اللي جات لي نقة؟ هيجوزونا ابويا. انها هو انا لو خلفت نقة الواد يبقى ابني واخويا؟ انها يلا اهو دي اللي بابا ولا دي اللي حيطة. بابا يا لهوي. ياه 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 ده ايه ده؟ ده 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 يا لهوي. ياه 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 ده ايه ده؟ ده 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 ابويا عايز يتجوزني. ابوك عايز يتجوزني؟ شبكني بكني وهي
هيجهزني شبكي بكي وهيجهزني يا لهوي يا خرابي يا ندبتي يا وجعتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا لهوتي يا وجعتي قولولي ارفض انا ولا اقبل ابويا اصله ملوش مستقبل ملوش مستقبل ولو وافقت اتجوز ابويا يا خوفي يطمع فيا اخويا مكبوتة افرحي يا نسوان والنبي مالينا الا بعضينا خدنا ايه من الرجاله غير حلقه الدقن بالسلام على النبي نحن الناس وهنقطع الرجاله بالمره يسيبونا عشان مزه ما تسوى زي القرع يمدوا البره شايلين الدين ويا ريت عاقبين وزعيق وخناق تقلب بطلاق يا لهوي يا 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 ده اهدى ده 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 يا لهوي يا 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 ده اهدى ده 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 عاوزيننا بقى درتك ياما هتعملي ايه النهارده؟ ولا حاجه طب ما تيجي تخرجي معايا بالليل لا مش قادره تعبانه طيب يا ستي على راحتك لما اروح اكلمك باي هو اف عليهم اركبي عايزك لا من الاخر هما جملتين لفند اللي اسمه تيمور ضحك عليك وعمل فيها خالتي نوسه عشان توافقوا على جوازه يا سلام مش مصدقاني روحي زوري حبيبه القلب مرمي في سجن النساء مش هوصلك طب خدي حق التاكس ازيك يا عم اهلا يا نهار يا بنتي ازيك الحمد لله هو مفيش حد منهم هنا ولا ايه مفيش حد منهم هنا انا مش عارف الولاد دول بيروحوا فين انا بقالي يومين ما شفتهمش خشي خشي استنيهم جوه يمكن يجوا دلوقتي طيب ميرسي اه الهدوم دي بتاعت مين يا عم دول بتوع تيمور طبعا اذنك اتفضلي يا حبيبتي ما تقلقش هيكون عندك في المعاد انا عارف ان برنامج هوا سلام طب نبلغ عنه البوليس ونخلص عاوز فضيحته تبقى على الهوا واللي ما يشتري يتفرج يا سلام عايزنا نروح البرنامج اعترف ان دجال ونصاب دجال واعتزال فيها ايه ايوه قبضت ايه انا هتقبض اللي انت عاوز اخد خمس بواكي هدفع طيب تقول لي بقى هقول ايه هناك الحقيقه الخاله نوسه هي تيمور وتيمور هو الخاله نوسه عشان يتقبض عليه بتهمة النصب والاحتيال ويخلالك الجو مع نواف ابن حلال بالصف انتظرونا على الهواء وحلقة خاصة عن الدجل والشعوذة ومفاجأة البرنامج حدود فشنتي خادم الخالة نوسة على الهواء مباشرة في هلا شو يا حبيبي يا ابني بقى انا ابني في سجن النساء يا كلاب عمي انت بتضربني انا بس يا عمي ما تضرب فوق يا سلام وادي فوق ايه يا عمي يا سلام ليه فين الابره بقى والله لا خياطكم في بعض يا كلاب مين في قاري انت هو اللي كان بيجي لما كان ابني فودا مين فودا امره ده حتى صاير زيه وصاير هو اللي عمل الماسك انت اللي بتعمل الماسك انت اللي بتعمل انا اللي كنت بنام انا طب انت انت طب المهم هنعمل ايه في ايه قدامي على سجن النساء فورا يلا بسرعه هو بشندي الكلب اللي قلبه طب هتعمل ايه لازم اخرج من هنا طيب مور انت عملت كل ده عشان تتجوزني عشان ايه ولازم الفرح يتم في ميعاده
انا عمري ما هسيبك ابدا. على فكره انا فصلت مستني الفرح. الف بركه. الفرح حلو وفرح. قولي لامك ان شاء الله هيك. لو ما عرفتي ساقي شيلوا لي علبه الجاتوه بتاعتي. اوعي تنسي ان شاء الله. يا خاله. يا حبيبتي عايزينك. ايه طب انا هستاذن بقى. عايزه حاجه؟ لا ميرسي. معاكي فلوس يا بنت؟ اه معايا. تاخدي حق الميكروباص؟ لا ميرسي يا خاله. طب انا كمان معيش فلوس. يلا باي باي. يلا زياره خطي فتيات سراب هيعدموها بكره امك ان شاء الله. يا بنت هات الصوره بقى. طيب يا خالد. كده تمام. عريسك عندي يا بنت. نبي يا خاله. اه طب عايزه اشوف. عشان انت حبيبتي. حبيبتي اخليك تسمعي صوته. نبي. ايوه. طب بس غمضي عينك او اتفتحي من غير ما اقول لك. السلام عليكم يا خالتي. اهلا. ازيك يا حبيبي؟ عروستك اللي قلت لك عليها. الله دي حلوه قوي يا خالتي. والنبي بوسها. يا انت بوسي ايه عيب بلاش اللي تقدم. خليه بوس يا خاله. يخرب بيتك ده طلعت فيكحه. طب يلا واد بسرعه. حنيني يخرب بيتك كنت هتولعي فينا. انا قايله لك فتحي فتحي. طب خلاص هغمض اهو. لا تغمضي ايه خلاص. استنى علينا جمعتين بقى. هو صايع بيجي في اي وقت. وإن شاء الله هتتجوزي وهتتطلقي في كلبك كده. الله الله الله. انت هامر يا ولية ولا ايه؟ انت ماشي بخيط؟ هو انا حلال. انت ماشي بخيط؟ لا يا حق. ايه يا ام حسن انت ماسكاني ليه؟ طيب انا عارف انا ايه الزيارة. تيمور لك ابوك تعالى اخبرني. ابوك وحشتني. انت اللي وحشتني يا حبيبي. ما تخافش يا تيمور انت ما عملتش حاجه. انت بريء. انت كان قصدك شريف بس قابلني بقى لو حد صدق. ان شاء الله هيصدقوها. ولا فودة. انا جاهز. امسك الصوره دي بتاعت البيت السجانه. قول لابوك عايزه الشهر بالظبط. ها بكره الصبح هتكون عندك. وانت يا عمرو تروح البرنامج تقول لهم الخاله نوسه طالعه بكره على الهوا. خاله نوسه هتطلع على الهوا بكره. حسن ابويا. نعم. اخر حاجه والنبي عايز الفرح يبقى في ميعاده واعمل لي كل الترتيبات. كل حاجه مترتبه والفرح جاهز يا ابني. بس انت كده هتروح في داهيه. ادعي لي انت بابا. ربنا معاك يا ابني. ما هي حكايه الخاله نوسه وما هو سر الروشته الخفيه؟ خروج عفريت 100 جنيه، دخول عفريت 200 جنيه. وصلني ايميل بيأكد ان الخاله نوسه ستظهر معنا على الهواء برغم انها موجوده في السجن. أيوة. تمام يا فندم. الخاله النص خرجت. لا يا فندم موجود عندي في السجن. اوعى تروح كده ولا كده. لا لا ساعتك اطمن يا فندم. قالوا عينيك عليه. حاضر يا فندم. سلام. اتفضل ساعتك يا فندم. اكبر افتحي. ايه فتوح. انا لا يا فندم. ايه ولا دوار. حاضر يا فندم. يا رجل احنا كبرنا على الكلام ده كتير. خالتي نوسه. خالتي نوسه اصحي. في ايه؟ ده انا بضحك مع المرحوم. اصحي يا خالتي. المأمور واقف على الباب وعايزك. مأمور؟ انت عملتي ايه بس؟ والنبي ما عملت حاجه يا نقطة. بقول لك ايه بنت؟ انت كلتي عندي كفتة رز حلوة. ان شاء الله يخليكي كفتة ايه؟ يلا بسرعة. طب يلا. يلا بسرعة. اوعى اكون مكبر علي. لو النبي يا خالتي. اه والنبي ده هو. حطوها في حبس انفرادي لما نشوف اخرتها مع الدهيتي. انفرادي؟ انا؟ يبقى هتعدموني يا نقطة. عملتي ايه؟ النبي ما عملت حاجة. هيعدموك يا نوسة. هيعدموك يا نوسة. لقحوها جوه. خش يا خالتي. النبي ابدا انا مبسوطة بالانفرادي. على الاقل اللي معايا لقوا مكان يناموا فيه. يلا يا عيال المكان مكاننا والزنزانة انفراديتنا. انت كده لازم نفسك. سامحيني والنبي يا خالتي. اللي انا عملته في نفسي ده. ودبولي بقى الكوشه بسرعه. فرح ايه اللي هتعمليه والمحروس بتاعك في السجن؟ ما تخافيش يا ماما انا متاكده انه ان شاء الله هيطلع. والنبي انت مجنونه هتفضحينا في الحته؟ Thank you.
البجاحه بتاعتك دي؟ ده تيمور يا عم، تيمور. تيمور؟ بابا وحشتني. يلا يا فوده بسرعه، يلا يلا. شكرا. النهارده يوم مش عادي، والموضوع موضوع غير عادي، الدجل والشعوذه والخاله نوسه صاحبه الصيت العادي. ونبتدي حلقتنا النهارده من هلا شو.